رامز داخل، خليني كابتن وليد اسالك عن ماذا حدث للانديه المشاركه في الدوري الافريقي. صن داونز خساره من مازيمبي، تعادل على ملعبه مع بيراميدز، الاهلي النتائج مش جيده، سيمبا النتائج مش جيده، الوداد النتائج مش جيده، الترجي النتائج مش جيده، قد يكون الاستثناء الوحيد بترو اتلتيكو الانجولي. هل هو بقى القصه بتاعت الارهاق بتاعت كل مره ولا احكيها لي؟ هي المباريات اصلا بقت صعبه جدا على كل المستويات، يعني حتى لما هنيجي للنادي الاهلي، النادي الاهلي مش في كارثه يا جماعه. يعني في اداء بيتذبذب، لكن ده بيحصل للوداد، حصل لصن داونز. صن داونز حاله خاصه، لان ممكن بعد الفوز بالبطوله بيبقى فيه تريحه شويه، وده شيء طبيعي، لكن في الاخر المهم ان انت تاخد اللي انت عايزه وتتاهل من المجموعه. لكن ده وارد جدا في كل المباريات ان يحصل تعثر. النهارده صن داونز مثلا الشوط الاول استحواذ اكتر من 65%، رقم كبير جدا في الاستحواذ. مثلا عجبني جدا مستر باتشيكو في تقسيمه المباراه، فكره ان انا اقعد النجوم وانزلهم في الدقيقه 70 علشان يعملوا لي التحولات الهجوميه دي حاجه تحسب له. هو عارف انه بيقابل صن داونز على ملعبه، فبالتالي قفل الملعب بشكل كبير جدا ولعب على الناحيه الدفاعيه، وجه في الشوط الثاني راح قالب التكتيك، ودي مش اول مره يعملها، عملها قبل كده، قعد عبد الله السعيد قبل كده حتى في مباراه الزمالك اللي كان كسبها واطرد منه واحد في مباراه الكاس. راح مخرج عبد الله السعيد، ودي جرأه كبيره، بيشتغل بشكل كويس، لكن في بعض المباريات برضو بتهرب منه النتيجه. فشيء طبيعي جدا. دلوقتي برشلونه عامل ايه؟